أشار العقيد محمد علي الدراج نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى انخفاض مخالفات تجاوز النور الأحمر في الإشارة الضوئية في عام 2020 بنسبة 48% مقارنة بعام 2019، ما يعكس مدى التزام السائقين بالأنظمة والقواعد المرورية وإدراك أهميتها في سلامة جميع مستخدمي الطريق والشراكة في الحد من المخالفات، كونها المسبب الرئيسي للحوادث الم المروريه وخاصه تجاوز النور الاحمر واكد نائب مدير عام الاداره العامه للمرور انه ضمن جهود رفع الوعي المروري وتوظيف الانظمه الذكيه لرفع معدلات السلامه المروريه تمضي الاداره العامه للمرور في عملها بشقين التوعوي والقانوني وذلك من خلال الحملات التوعويه الميدانيه والاعلاميه التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بعده لغات